عسلامة ومرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. بحثنا الأستاذ مالك عبيد المحامي. مرحبا بك أستاذ. مرحبا مدام فاطمة. صافا؟ الحمد لله لاباس. يعيشك يعيشك. دونك اليوم باش نحكيو على قانون الاغطيه، دونك القانون التونسي والاغطيه بليتو، دونك هذا اللي باش نتعرفوا عليه بعد شويه. ما قبل كان تسمح نمشيو بحذا لشيف. مرحبا بكم فاطمه، انا هنية باش نبدا جلجلانيه اللي هي اكل حلوى النوغا، تتسمى تاع جلجلان، كل واحد كيفاش سماها. هي تتسمى نوغا تاع جلجلان. هوني عندي 80 غرام عسل، نجي نحط عليه 50 غرام سكر ونحطهم يغليو. هو دوبا يذوب السكر. انا قلت لكم باش نوريكم التكنيك نتاع خدمتها. السكر اون كونتاكت مع العسل في ساعه يذوب، ما يقعدش ما يشدش، هذاك علاش دوبا نحطوه يذوب مع يذوب بعضه. ما نحطولوش لا ماء لا قارص لا حتى شيء، كان بالقارص يولي فيه العلك ما عادش يخليه يذوب بالكدا. اذا كان بالماء يحب لنا مع يقعد يغلي برشا باش يذوب باش يشيح الماء باش يولي نوغاتين. هذاك علاش احنا النوغاتين عمرنا ما نحطوا لها، معناها ما نحطولهاش حتى نوع نتاع ماء، نحطوا لها اما اللي هو يسميه السكر جلوكوز في بقعة العسل، على خاطر السكر جلوكوز اللي هو السكر نتاع النشاء ما يشيحش في، معناها ما ينكريستاليز با، ما يوليش يتقرمش في القلايه. كي يغلي يقعد برشا باش يولي يتقرمش، والا نحطوا العسل معروف، العسل اللي هو كيف كيف من السكر اللي ما يقعدش ينكريستاليز با، زاده ما يوليش يرجع اليتا نتاع تقرميش. هذوما زوز انواع جلجلان، عندي مرتين في 150 غرام جلجلان. نقص شويه الغاز ونقعد نحرك حتى لين نشم ريحه القليان نتاع الجلجلان، ويولي الجلجلان يتكتك مع السكر هذاك، معناها يعاود يتقلى من جديد، كسوسوا جلجلان الابيض ولا الاحمر. انا ديما نحب الخليط بين جلجلان ابيض واحمر، يعطي نكهه بنينه ياسر، هذاك علاش نحط النوعين. نقعد نحرك في الخليط هذا حتى لين يشيح السكر والعسل مع الجلجلان ويتقلى الجلجلان. وقتها نحضر ورقه بابي كويسون، نصب في وسطهم فوق منهم ونغطيها بورقه اخرى كويسون ونحلهم بالقلقال بين زوز اوراق باش نجموا نقصوها مرسوات نتاع نوغاتين. انا نكمل نحرك هذايا ومن بعد نرجعوا للباقي مدام سامي شفنا شنو عنده. مشكوره شيف. انا كما شفتوا الطاجين المقرونه نتاعي قلنا باش نطيبوه على مرتين. ذيب جبن اخترنا اليوم مرياح، تروا فروماج حطيناه في وسط الفرس نتاع طاجين المقرونه. توا اخترنا لكم زاد كيف كيف جبن مرياح اما موتزاريلا اللي باش نعملوا بها الجراتيناج. دونك باش نحاولوا نغموا الطاجين نتاعنا من الفوق، واحنا ننصحوا ديما بجبن مرياح خاطرو 100% ناتوريل، وحتى الحليب كما قالت شيفة فتحيه تصير له سيليكسيون، ماهوش معناتها اي نوع نتاع حليب، لازم يكون مطابق المواصفات اللي حاجتهم بها. دونك انا بعد ما غميته توا بالجبن باش نعاود نرجعه مره اخرى في الفور باش يعمل لي اكل كوش اكلي تبدا غامقه شويه من الفوق الجراتيناج، ومن بعد نرجعوا نشوفوا البقيه مع بعضنا. نرجع لك فاطمه. يعطيكم الصحه اللي شايف. خلينا نرجعوا نحكيوا على القانون الاغطيه في تونس مع الاستاذ قلت مالك عبيد. استاذ نفهموا ساعه القانون كيفاش يعرف الاغطيه. به الاغطيه في القانون التونسي نعرفوا ساعه اللي المجله الجزائيه هي الإطار التشريعي الملائم لتحديد مجموعة من القواعد اللي تنظم الجرائم والعقوبات المستندة لها. المجلة الجزائية هذه وقعت تنقيحها في عديد المناسبات، منهم تنقيح 2005 اللي تعرض للإغطية وأكد على التحيين متاعها. المتأمل للمنظومة التشريعية في تونس يلاحظ زوز تصورات للخطية. أولا الخطية بوصفها عقاب، خاطر الخطية هي ردع، معناتها كيف هكي أي عقاب آخر، فما عقوبات سجنية وفما الخطية زيدة، زوز ما تحقوا الردع. صحيح. والتصور الثاني هو نعملوا الخطية من أجل معناتها شرط لازم لصحة إجراءات الطعن في الأحكام الجزائية والمدنية. باش نفهموا احنا الخطية
يلزمنا نشوفوها مع بقية المفاهيم المتشابهة الأخرى. أولا في الخطية عندنا الخطية الإدارية والخطية القضائية. الخطية الإدارية هي اللي تسلطها الإدارة في إطار ملف معين. الخطية القضائية هي اللي ينطق بها القاضي عند صدور حكم معين، وفيها نوعين متاع خطايا، فما الخطايا الجبائية وفما الخطايا الجزائية. بالنسبة للخطايا الجبائية، شنو هما الخطايا الجبائية؟ وهما المتعلقين عادة بالجباية، مثلا نلقاو جرائم التهرب الضريبي، هذوما تصدر عادة فيهم أحكام بالخطايا. وفما القضايا، فما الخطايا الجزائية، وهما خطايا ينطق بهم القاضي في إطار قضية معينة. القضية الخطية الجزائية هي خطية أصلية ماهيش تكميلية. علاش؟ على خاطر يجم يكون منطوق حكم معين فيه خطية برك، مش لازم عقوبة سجنية معاه، هوك عليه هي عقوبة أصلية، وهي كذلك عقوبة مالية. علاش مالية؟ خاطر تسلط على الذمة المالية للمحكوم عليه. اللي هي بعد تمشي للدولة مش تمشي لشخص الشخص. بيان سور، هي باش تكون لفائدة خزينة الدولة. بالضبط. وبطبيعة في الإطار هذايا يجم مثلا اللي ما يجمش يخلص الخطية يجم يعمل مطلب للنيابة العمومية يطلب فيه يا إما الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة زادة. فهمتك، النجم والخطية نحيوها ونعملوا، فما واحد يطلب سجن خاطر ما عندوش فلوس. فما في نوعية قضايا متى معينة تلقى، فما ديكا كيف هناك هما قليل ما تلقى. فهمتك. به نواصلوا مع الخطيه، ملك نحكيوا على الخطيه نتاع ما نعرفش انا واحد موش مخلص اوراق السياره، والا عمل خطيه مثلا في البلديه، ولا ما نعرفش شنو الخطايا هذوما، ما همش تابعين القانون نتاعنا، ما فيهمش قانون هذوك. اكيد اكيد هما خطايا، هو لو في التطبيق الجزائيه هذوما زاد اسمهم ولا شنو. اي هما مخالفات، مخالفات كي تبدا فوق ال60 دينار تولي مخالفه، تولي جنحه بلوتو، اقل من 60 متى مخالفه. ليلى محمد رسول الله، هما راهو في من ناحيه التطبيق لهنا باش نتجاوزوا المجله الجزائيه، باش نمشيو لمجله الاجراءات الجزائيه. فهمت. مجله الاجراءات الجزائيه نظمت معناتها الجرائم لثلاثه انواع، عندنا الجنايات، عندنا الجنح، وعندنا المخالفات. فهمت. بالنسبه للجنح، احنا في قانوننا راهو التونسي ما عندناش مثلا خطيه فيكس، قليل وين تلقى، اللهم في الجنايات ساعات. عندنا ديما العقوبه في القانون التونسي من الى، يعني يحط حد ادنى ومن بعد يحط حد اقصى للعقوبه هذيك، ما فيهم الخطايا. لهنا القاضي يولي عنده السلطه التقديريه باش يعطي العقاب الملائم بالطبيعه على حسب مظروفات الملف، يجتهد ويعطي العقوبه الملائمه للفعله معناتها المقترفه. بالنسبه للجنايات ما عندوش سلطه تقديريه، لكن بالنسبه للجنح فما السلطه التقديريه، يجم يقدر قديش بالضبط مقدار الخطيه اللي باش تعطى فيها. والتطبيق كيفاش ينجم يكون؟ هل فما ناس باش تطبق القانون هذاك؟ اسكو نجم وقت اللي ما نخلصش تصير لي تضعيف نتاع الخطيه هذيك؟ الخطيه كي تتعدى عليها مده معينه باش يزيد المونطون نتاعها بالطبيعه. يلزم في ظرف معين يخلص الخطيه. فهمتك. الخطايا اللي هنا ما نعرفش اسكو القانون التونسي علاش نحسوه نوعا ما متسامح بما معناه، معناه توا في بلدان العالم الكل راهو بلدان نظيفه صحيح، راهو الناس ديسيبليني اوكي صحيح، يحترموا القانون اوكي، اما مش من فراغ بخيتو، هما بشر كيفنا كيفهم، معناها اكيد فما تجاوزات، اما هما يخافوا من الخطايا، يخافوا من العقاب هذايا اللي على كل حاجه فما خطيه، حتى تتكيف سيجار وتطيش في الشارع راه فما بوليسيه تعس عليك وتجي تقول لك راك عندك خطيه. بيان سور بطبيعه الحال. هنا في تونس علاش نحسوا فما نوعا ما تساهل؟ لهنا يلزم نغزروا للمشرع. مثلا في الخارج عندهم ياسر خطايا للمخالفات برشا، مثلا لو واحد بونت نتاع سيجار مثلا كي عندك خطيه، مثلا مشيت في ممر خاتيك عندك خطيه زاده مثلا. لهنا يلزم المشرع التونسي
يسن معناتها عديد التشريع ويصدر عديد القوانين اللي ترتب عليها مخالفات من نوع هذا، خاطر راهو المجتمع الاجنبي راهو منظم من خلال الحاجات هذم، هو منظم وتراه استريكت وتراه علاش لازم نفهموها الحكايه ولا وتراه فيه مقدار نتاع احترام للبيئه وكذا، لكن في تونس ما عندناش برشا التشريع هذوما، وحتى كان عندنا نصوص راهم مهجوره مهجوره، نصوص مهجوره عاده، واحنا مثلا نتوجهوا للمسؤولين والمشرعين باش يعملوا قانون، كي باش تردع يلزمك نص قانون يقبل. دونك يلزم ساعه تخرج القوانين ترتب عليهم مخالفات على الحاجات هذوما، ومن بعد صرامه في التطبيق يلزم. صحيح. يلزم الصرامه في التطبيق، وهذه هي مشكلتنا في تونس. والقوى اللي مثلا ريت وقتها عامين التالي ظهر لي ولا ثلاث سنين وقت اللي حكينا على السنتور نتاع الكهرباء وستين الف خطيه وكل شيء، التوانسه الكل يعرضوك تويكا الاغلبيه لابسين لي سنتور، مع انه هما انا ناكد لك معناها مش خوفا من 60 دينار، اما هو خاطر من الاول قالوا هات نطبقوا، كي طبقت حس بالحق علاش ليه ما نلبسش السنتور؟ ماهوش انا ناكد لك معناتها الصباح كي نحطوا السنتور نتاعنا مش بلي خير ما ناخذ 60 دينار خطيه. بيان سور. ليه؟ اما تحسها تولت من الحاجات العاديه ما راك تركب في الكهرباء. ايوه هو هذا الهدف راهو من القوانين، الهدف هو حمايه تغيير السلوك، تغيير السلوك وجعله سلوك سوي في اطار المنظومه الاجتماعيه. صحيح. هاك علاش احنا نصنوا قوانين لحمايه المنظومه الاجتماعيه ككل، يعني فواز دور قانون راهو في مصلحة المجتمع. هذا هو. مشكورة أستاذ مالك عبيد على المعلومات هذه الكل، نرجع بعد ذلك. شكرا. ميرسي بوكو يا فاطمة. أنا كما تشوفوا النوغاتين نتاعي حضرت قاعدة نشيح فيها، أنا نشوف في سامي قاعد يزين في السلطة نتاعو، جوست قاعد يريقل في كل شيء حاضر، هو كل شيء حاضر جوست مكرون طاجين مكرونتنا في الفور. أيوة. أيوة. بالطبيعة جوست قعدت نزين في السلايطة نتاعنا، زدتها شوية تومات سوريز قصيت على اثنين، والقنة ريا هذايا اللي وقتها كيما نجموا نعملوها في الدار معناتها نمارينيوها في شوية زيت مثلا نفوحوها بالكدا، وبالطبيعة نخليوها تقعد لنا حتى الرمضان معناتها نفوحوا بها سلايتنا. وبالطبيعة كالعادة سلاطتي باش نزينها بفروماج مرياح، قلت لكم اليوم اخترتوا الفروماج فومي نتاع مرياح. انا توا كملت زينة سلاطتي نرجع لك شافة فتهية. عايشك يا سامي. انا هوني كيما تشوفوا النوغاتين نتاعي حضرت، نجي ونصبها بين زوز اوراق نتاع كويسون اللي هما الكاغض اللي نطيبوا عليه، نجي ونطرحها بسياسه هكا نحاول نستويلها احرافها، وناخو بطبيعه القلقال نتاعي، القلقال كي نقول قلقال ولا ماتيريال يستنسيل هذا كل من عند السياغ، السياغ اللي عنده كامل تجهيزات البولونجري باتيسري فاست فود القهاوي والريستورونات والحاجات هذوما الكل، من الماتيريال الكبير اللي يعمل لكم هو اميناجمون، يعمل لكم معناها بلان داميناجمون تخدموا عليه، هذاك الكل تلقاوه عند السياغ في طريق بير بورقبه الحمامات والا المنزه واحد على الطريق الرئيسيه مقابل البيسين نتاع المنزه واحد. هني انا نجي نحل بالقلقال هذايا النوغاتين، تشوفوا فيها كيفاش ما تلصقش في الاوراق، حتى كان لصقت نزيد وننزلوا عليها بالسياسه هكايا وهي تسيب روحها، ونزيد نعاود نحل بالقدا حتى لين تجويد الخشن اللي نحبوا عليه احنا. هذيك التكنيك نتاع حلينها ما فيهاش نحي التابي نتاع السيليكون باش تبدا كلها فرد علو، ومن بعد هي تولي تياد، وانا نجي نقصها كيما نحب انا مدوره والا ريكتانغولير والا تريانغل والا كيما نحبوا احنا، يولي قصانها ساهل، لكن مادامها مازالت هكايا تياد نحطوها على الوجه الاولاني، ومن بعد نقلبوها باش نحيوها من الكاغذ وهي مازالت تياد، نجيو ونحيو الورقه الثانيه نتاع الكاغذ وين تلصق شويه ننزلوا عليها نرجعوا لها البقعه اللي لصقت في الورقه وهي تتنحل كلها، هذه نخليوها تبرد. اونتروتون ناخو انا هوني عندي الخبز اللي قلت لكم حطيته طاب في الكوشه جست تبشمت باش ذاب، معناها ذوبت له الجبن نتاعو والخليط اللي عملته، نجي ناخو سكينه منشار ونجي ونقص كيما تشوفوها هكايا
معناها دي ريكتانجل صغيرين جست تشوفوا فيه كيفاش الفاخس لصقت بالجبن في وسط الخبز ويعمل لنا ان بتي سالي كوسوسوا للونتري في رمضان والا عشويه والا يجوكم عباد والا المهم المهم ما تلوحوش. اذا كان انتم تقولوا لي ياخذ لنا ياسر وقت نعطيكم تكنيك مزيانه تعملوا بها الخبز نتاعكم هذا. تاخذوا تقصوه جرار كما نقصوا سلطه البلانكيت وعندنا الجري هذيا الجريل الفيسا تحطوه الخبز تنزلوا عليه باش يتبشمط بين زوز طباقي نتاع المشوه هذه. هذه المشوه هذه عندها خاصيه كونها منها تطبع الخبز المشوي ومنها تطيبوا تبشمطوا شويه ومن بعد نجبدوه ونحطوا فوق الكارنيتور وهو سخون بطبيعه مادام سخون باش يعاود يذوب الجبن اللي فيه. واحنا عملنا انتري مزيانه مش لازم تكون عندنا كوشه والا عندنا امكانيات كبيره باش نعملوا حاجات مزيانه او اقل امكانيات اوفيزا هي اللي توفر لنا حاجات في ساعه شوق فوالا. الوغ انا معناها نعطيكم الحلول الكل وانتم الاختيار يقعد لكم انتم. انا جوست نعطي الكلمه لفاطمه ومن بعد نرجعوا نشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت. مشكورين للشيف. خلينا توك نحكيو لبيرتا فواياج وللناس اللي تحب تقيد للعمره في سيدي رمضان وقيد باش تمشيو وتقيدوا عند ليبرتا فواياج. تلقاهم في ليزاجونس نتاعهم اللي موجودين في سيليانا موجودين في تونس صفاقس وسوسه. كما تنجم تدخل على الباج فيسبوك نتاعهم ليبرتا فواياج ولا السيت ويب www.libertavoyage.com ولا تطلبوهم زاد على 70 71 56 56. نعاود ونذكركم اللي الاسعار نتاع العمره نتاع سيدي رمضان باش تكون انطلاقا من 5,600,000 دينار. دونك وقيد باش تمشيو وتقيدوا وتريزيرفيو البلايص نتاعكم على خاطر مع ليبرتا فواياج ديما العمره تكون فريمون كونفورتابل معناها تعمل المناسك نتاعك في ظروف طيبه وطيبه جدا. مشكورين معناتها الواقفين والساهرين على الكاليتي هذه نتاع ليبرتا فواياج ونخصوا بالذكر مسيو كاليتي ان نلقاو ديما عنده لي بون زافير اي لي بون كاليتي. خلينا نخرجوا فاس ومن بعد نرجع. جارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة وتبارة وعلى عزاز علينا. يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. الأصل الطيب كلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا
ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقفوا عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة لدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر ما سمحت شيف مسهل هالبنة 22 قطعة ديامون 599 دينار Le service My Diamant 100% granit, 100% luxe, متوفر في 5 ألوان ومع فور هالوجين بليش. هذا الكل تنجم تكمانجيه على الدبو.ان ب 599 دينار والتقسيط يوصل لخمسة مرات ونزيدوك التوصيل بليش. مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار ما لازورونا في اللي دو بوانت فونت نتاعنا في المنزه آن والحمامات الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور ام اس كوزيني اوترمون